المزيتا عبارة عن ان في هواء بيدخلها من الجهة ديت وبيخرج من ايه، من المكان ده. في خانق لو راجع اهوت، في هياي وبلية بتضغط تدخل هواء على الزيت، فالزيت بيحصل عليه ضغط من الهواء، بتروح الانبوبة ديت ساحبة زيت من المكان ده، ما بتطلعش بقى في الهواء، لا بتطلع في الغرفة اللي فوق دي. الغرفة اللي فوق دي فيها فتحة معينة بميل معين، بيخشها هواء بيعمل تيارات او حركات او ترددات للهواء، بتبدأ تقطع الزيت اللي نازل وتعمله رذاذ، بينزل تحت على مروحة او حاجة الهواء اللي بيحركها، بتبدأ تقطع الزيت النقط تاني، بيبقى ايه بعد كده رذاذ. يبقى المروحة اللي في المكان ده بتعمل تشتت للزيت اللي في المكان، بيقل عن النقط اللي ايه اللي جاي من الغرفة دي، هي بتبقى زيت. لو كبر، لو شفناها اهي بالمكان، يبقى الهواء داخل اهو، دخل من الجزء ده، طلع من الأنبوبة دي، دخل من ورا ده، دخل اهو، عمل هنا ده.